السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل مصاب بالمس من السحر، رجل مصاب بالسحر أو بالمس ولم يفهم العلاج عند أهل الرقية، هل يدخل في الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير كتاب ولا عذاب؟ يرجو ذلك لكن لا يترك الرقية، ليس معنى هذا أنه يترك الرقية، بل يرقي نفسه هو، يرقي نفسه هو، وإذا أراد أحد أن يرقيه فلا يمتنع من ذلك، خليه يرقيه، إنما الكلام عند السؤال أنه يسأل من يرقيه، هذا هو الذي ورد أن الأخبار استغناء عن هذه الناس، أما أنه هو يرقي نفسه أو أن أحد يأتيه ويقول برقيه يمتنع من هذا. لأنه ما سأله، وهذا إحسان، فلا يرد